الله ينبغي علينا أن نحسن أخلاقنا مع الله كما نحسن أخلاقنا مع الآخرين. كيف يكون ذلك؟ إذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى فلا بد عليك أن تلبس أحسن الثياب، حسن خلق مع الله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبيه. كانوا في السابق يلبسون الإزار ورداء مثل الاستحاره، فربما يدخل رجل بيته فيتخفف فينزع الرداء ويبقى بالإزار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبيه. ثم قال: إن الله أحق من تزين له. الأمر الثاني: كما أنك تستحي من الناس وأنت صائم أن تنظر إلى حرام وهو يراك، أو تسمع حراما وهو يراك، أو تأكل حراما وهو يراك، أو ربما تتعاطى حراما وهو يراك، فينبغي عليك إذا خلوت بنفسك حياتك من الله أعظم بكثير من حيائك من هذا الرجل. الأمر الثالث: يقول الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين. قال أهل العلم: أي ساكنين خاشعين غير متحركين. بعض الناس يصلي تلاقيه يعني ممكن يطلع على الموبايل وهو بيرد ويبص فيه، كده دخلت الصلاة. أنت تحاول تقفل الموبايل وهو في جيبك عشان ما تطلعش من الصلاة، مش تطلع على الموبايل وتبص فيه وأرد ولا ما أردش، وينشغل عقلك بالمتصل يا ترى عايز ايه، يمين شمال، كده انت خرجت من الصلاه. حاول بقدر الامكان تحط ايدك في جيبك وتقفل الموبايل، اي زرار يقفله وخلاص على كده.